ميكي ماوس فيكمل أيقونة عالم ديزني والشخصية الكرتونية الأشهر في العالم عامه 90 بعد ظهوره للمرة الأولى على الشاشة الكبيرة في فيلم سيمبتوم ويلي عام 1928. وعرض الفيلم الكرتوني الذي أطل منه ميكي ماوس على العالم، وهو من أفلام الأبيض والأسود ومدته 8 دقائق، لأول مرة في دار عرض كوليني ثياتر بمدينة نيويورك. واحتفالا بعيد ميلاد ميكي ماوس، افتتحت ديزني معرضا فنيا على مساحة تقدر ب 16,000 قدم مربع في مانهاتن، لتقدم من خلاله أعمالا فنية أصلية ومجسمات لالتقاط الصور معها وسرعا تذكارية. ويستمر المعرض حتى 10 فبراير.